اللقاء ماركوس راشفورد بالإضافة لفيخورس وكذلك اللاعب غاناتشو هي الأسماء الموجودة في تشكيل أهم بالنسبة لليونايتد في هذه الفترة. هنا فرصة من الجانب الأيمن من أجل أن تبدأ الحفلة. هنا أتى ديوغو دالت وتمرير فيخورس والنقلة لك يا سنفيلا. هنا كرة عن طريق ماركوس راشفورد والمحاولة لكن في الأخير تحولت إلى خارج الملعب. ماركوس راشفورد أبرز المهاجمين في أوروبا في عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية. لاندلوف أتاتي من الطرف الأيمن أتعالت بمكرها بوصول هارفي بونس ممتازة يناشو السلام تمرير الله. هنا النسخة الذهبية من حامل عرينا الإسباني دي عرضية الطائر ممتازة جميلة كانت لكن الكرة بتعود وصلت إلى برونو. برونو يرسل كرة ساقطة ممتازة إيناتشو لانجيلوف هذه المرة الثعالب هنا تتسلل من أجل زيارة الشباك لمصلحة فريق أليسر. منقولة كرة عرضية ترسل لكن دي خيار ديمن تمريرة إلى لوكشو. لوكشو والعرضية لكن التغطية بعد ذلك في وسط الملعب لاندلوف طرف الأيمن فرصة المرور والتسديد هنا لكن إلى خارج الملعب. الكرة لتعود مرة أخرى بالكعب لكن وينها يا خطيرة لفريق أليسر عرضية ولكن فريد في اللحظة المناسبة أبعد الكرة الماضية حولها إلى خارج الملعب. تيتي هو من تقدم في اليمين القادم من فريق أولمبيك الأهداف حتى الآن لكن هنا ركلة ركنية تنفذ راسية من الطرف الأيمن. لدينا فرصة خطيرة للسر ممتازة كانت ولكن إلى خارج الملعب لتعود إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق مانشستر يونايتد. خطيرة كانت الكرة الماضية ستيوارت أتويل. كرة عند حارس المرمى دي خيا للسر عرضية خطيرة. أوه يا دي خيا يا دي خيا يا دي خيا يا دي خيا الله على حارس المرمى. وحينما يكون الحارس هو النجم فهذه السر من جديد وصلت عن طريق هارفي بونس والعب في الكرة الثانية لكن السر من أجل أن تكون الثالثة. أداء ثعالب السر هنا في هذا اللقاء كريستيانسن لفريق السر ممتازة من تيتي. ماديسون عنده كرة لكن أيمن لفريق السر محاولة ما زالت الكرة قائمة. الله على كرة ماركوس جول ماركوس جول ماركوس جول 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 وكيف لسفينة الأحلام أن تتوقف وربانها ماركوس. وكيف لسفينة الأحلام أن تتوقف وفيها راشفورد لا يتوقف بل يستمر لا يهدأ بل ما زال يدمن بل هو واجب عليك أن تتذكر التصديات ليبحث على هدف التعادل بعدما كان في وسط الميدان. بعد ذلك عكس اتجاه اللاعب الأقصى اليمين برون في خورس إلى برونو لمن قطعت هذا. ماديسون يحاول ممتازة جميلة تصويب لكن إلى خارج الملعب. رائع نادي ليستر وأذكر وأقول أن هذا الفريق من برونو ينقل كرة إلى في خورس لكن تدخل كان من ميندي وخطأ يصفر حكم اللقاء. في خورس يتحصل على خطأ تدخل كان موجود يرسل له كرة عالية التغطية موجودة تصويبة تأتي من كرناتشو لكن بعيدة كانت الكرة الماضية تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة بعد ذلك إلى برونو ممتاز إلى ماركوس راشفورد إيناتشو الكرة ما زالت لك من أجل الثاني جول لا 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 بطريقة غريبة تضيع يا ديوغو ماذا أهدرت كرة الخدوهات. يا سلام رائعة كانت الكرة ما بين ماديسون وهارفي بونز لكن إيناتشو بعيدة كانت الكرة على الطرف الأيسر
تعود هذه الكرة بعد ذلك عند حانوتي، قدم برونو يمرر، سبيتزر عنده كرة عرضية ولك تسديدة صدمت في ماركوس، بعد ذلك عادة تكون تستوجب أي قرار يأتي بعد معاينة. ماديسون عنده كرة، ماديسون في تقدم لكن كرة مقطوعة من حاتي ماديسون لفريق ليستر إلى إيناتشو موتسون. ماديسون ماذا سيفعل؟ ماديسون عنده كرة، ماديسون ممتازة لكن إلى خارج الملعب. ماديسون تسديدة يمينية لكن إلى خارج الملعب. ماديسون لتحدث المدرب بريندر روزال لأن برونو يتقدم، برونو يحاول تدخل هنا كان موجود، وحكم اللقاء يصفر خطأ مع بطاقة صفراء على البلجيكي. فاوت فاس وما سينفذ لوك شو يرسل كرة ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، ولكن قبل هذه الكرة صافرة الحكم سيوارت أتويل تعلن نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. اليونايتد وديخية هدف لأنه أنقذ مرماه في كرتين خطيرتين. الشيلي ضيفيك في الاستوديو أيها الأحبة الكرام، مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أهلا شوب. وفيه اليونايتد هنا في كرة ممتازة عرضية من الطاولة على اليونايتد في الشوط الثاني بعد تقدمه في الشوط الأول. كانت في عام 2014 أمام فريق ليستر سيتي، مندي مندي وبرونو لوك شو يرسل كرة ساقطة خطيرة تأتي، الله ملعب اليونايتد وقفت أمام الشيء. يا سلام ممتاز يا في خورس، يا في خورس. بداية شوط المباراة الثاني، لوك شو على التنفيذ، كرة عالية، برونو مر، برونو تقدم، برونو 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 والتسديد قادم، الخطر قادم، الخطر قادم، الله الله هو. ما زالت فريد والعرضية، الكرة مستمرة خطيرة تأتي على الطاير، منتظر في محاولة في عرضية في راسية من جانب بانس يريد أن يمر تمريرة ولكن سبيتزر تدخل بتسديدة يمينية تأتي صدمت لكن بتعود ماديسون من جهة ثاني 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 ثاني، الله 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 يا ماركوس يا راشفورد، تسلل نعم برفع الراية بورد، أماذا أماذا نعم جول 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 الثاني، ولا يخيب ولا يخيب، هذا هو ماركوس من أجل الثالث، فرصة سانشو الثالث.